بسم الله، السلام عليكم. ان شاء الله راكم كامل بخير، صلوا وسلموا كامل على رسول الله. ونقول لكم مرحبا بكم. اليوم راح نعملوا هذا الجاتو المحشي بكريمه اكثر من رائعه. يلا بسم الله مع بعض، نبداو في المقادير وفي نفس الوقت طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي 125 غرام تاع مارغرين تكون طريه بدرجه حراره الغرفه، يعني علبه تاع 250 قسمتها على 2 خديت 125 غرام. عندي زوج مغارف كبار تاع سكر ناعم، ثلاث مغارف كبار تاع زيت، زوج مغارف كبار تاع جوز الهند، لافاني، صفار تاع حبة بيض، وبيضة كاملة. نزيدو عليهم مغرف كبيرة تاع كاكاو، رشة تاع ملح ضرورية، ونعجنو. هنا نقعدو نخلطو في الوصفة حتى تطلع لي مليح هكذا. بهذه الطريقة لازم كي نعودو نخلطو نحسو بلي المقادير اندمجو كامل مع بعضهم، والزبدة يعني ذابت في هذاك الخليط تاع الكاكاو والمقادير كامل. نقعدو نخلطو بهذه الطريقة حتى تولي لي ليس كيما كريمة الزبدة. بعدها رايحة نضيف الفارينة بلاقل بلاقل هكذا. عندي الكاس الاولاني تاع الفارينة، اكيد لازم تكون مغربلة. نص كيس تاع خميرة الحلويات، يعني 5 غرام، ونجمع. زدت جبت الكاس الثاني بديت نحط فيه ونجمع. دائما نقول لكم عجينة الصابلي باش تنجح لكم ما تعجنوهاش، ولازم تخلوها عجينة طرية. كملت الكاس الثاني، نجيب الكاس الثالث ونبدأ نعجن هكذا. هنا خلاص حتى تولي لي عجينة كيما قلت لكم، ما لازمش تكون يابسة، لازم تكون عجينة طرية. هادو من أسرار نجاح عجينة الصابلي. خلاص هنا تحصلت على عجينة طرية. هاو شحال بقى لي من الكاس الثالث؟ رايحة نفتحها بين زوج أكياس هكا باش تجيني الوجه تاع الصابلي ليس بهذه الطريقة، ونشد أي طابع يعجبكم. أنا كنت طبعت طابع الشكل تاعو مربع، ما يهمش نتوما تطبعوا باش تحبوا. وأكيد أني شعل الفرن على 180 درجة، وأنا راني هنا نفتح في هذه العجينة ونطبعها بالطابع ونحطها في الفرن الطيب. ورايحة نفكركم ونقولكم باللي هذا الفيديو رايحة تكون فيه مسابقة منظمة من طرف كابريس، اللي راح تكون فيها 30 عجانة باش تشتركوا في هذه المسابقة. ما عليكم غير تعاودوا تجربوا هذه الوصفة، تحطوها يعني قدامكم، تحطوا قدامها كيس تاع كابريس لازم ضروري، وتاخذوا ورقة صغيرة تكتبوا فيها الاسم واللقب الحقيقي واسم الفيسبوك، وتصوروا وقدمها 2021، وتصوروا الوصفة وتدخلوا للفيس تاعهم وتشتركوا في المسابقة. هذو هما شروط المسابقة. انا رايحة نخلي لكم رابط الفيس تاعهم في صندوق الوصف. ما عليكم هامليك، يعني انا وريت لكم هنا المنتوجات تاع كابريس، انا رايحه نخدم لكم بهذا المنتوج. ثم ما عليكم يعني غير طبقوا الوصفه، تجيبوا ورقه تحطوا فيها الاسم اللقب الحقيقي مع اسم الفيسبوك، وتحطوا كيس كيما هذا تاع كابريس، تصوروه قدام القط، وان شاء الله رايحين تشتركوا وتربحوا. انا هنا رايحه نرجع هنايا للوصفه، حطيتها في الفرن طيب صابلي عادي، وجيت للكابريس. انا اخترت هذا النوع، رايحه ندي منه كاس معمر مليح،
رايحه نعطيكم المقادير بالحبه ونزيد نعطيكم يعني بالعبر. بالنسبه بالحبه خذيت 60 حبه، ولا حبيتو بالكاس عبروا كاس معمر مائي، حاولي قدامكم واضح. رايحه نحطو في حمام مائي باش يذوب مع 3 مغارف كبار تاع حليب، تحطوه على نار متوسطه مره مره وتروحوا تحركوا هاد الكابريس حتى تذوب. انا رايحه نخليها تذوب في حمام مائي. نرجع هنا للزبده، عندي 125 غرام تاع الزبده اللي بقات لي المره الاولانيه، خديت 125 بقات لي 125، رايحه نخفقها مليح حتى نحسها باللي تضاعفت. هذيك الكابريس بعد ما ذابت لي يعني ولات ما فيهاش الحبيبات، نحطها تبرد شويه ونجي نستخدمها هنا. ضروري تخلوها تبرد، ما ديروهاش سخونه، خلوها بدرجه حراره الغرفه. هاي ليك هنا رايحه نحبطها، شوفوا كيفاش تولي لي كراميل بزاف بنينه، يعني مع كريمه الزبده تعطي ذوق رائع. لا داعي انكم تزيدوا السكر ولا لافاني ولا حتى حاجه، يعني الكابريس فيها كلش. نبقى نخلط هنا حتى تولي الزبده ما تبانش، ورجعت لي كريمه روعه بذوق الكراميل. خلاص هنا راهي عندي واجده. الصابلي خليته طاب وبرد، ضروري الصابلي يطيب من تحت ونزيد نشعلوه شويه من فوق باش يتعقم ويشد لنا اطول مده. هنا عندي هاد الصابلي بعد ما بردت لي والكراميل، حطيتها هنا في لابوش، رايحه نحطها بهاد الطريقه على شكل مربع يعني على حسب الصابلي. ونجيب هنايا صوص كراميل، اي صلصه كراميل معتمدينها. انا بنفس الكابريز عاودت ذوبتها وخدمت منها صوص كراميل، زدت لها فقط شويه تاع حليب باش ما تجينيش عقده بزاف. نلصق حبه مع حبه بهذه الطريقه، ونحط الكراميل في الوسط ونغلقها. دائما نفينيها مع الاطراف هكا بصباعي، نحيلها الزايد على باش تجيني الخدمه شابه. وهنا باش نخدمو يعني هذوك النقاط اللي يجو في الشوكولا، رايحه ناخذ اي بسكوي اللون تاعو يكون بني ولا يكون اسود، نتوما واش تحبوا. انا خذيت اللي فيه الكاكاو بذوق الكاكاو، حطيت 200 غرام تاع شوكولا، 2 مغارف تاع بسكوي مرحي رقيق باش يدير لي هذوك النقاط يعني ويجيني الكاطو شباب. خلطته مليح ونبدا نكلاسي في الكاطو. هاد الصابلي يعني بزاف اللي يقول لك ينجو نكلاسيو اي نوع تاع صابلي، ما يتغطاناش بالشوكولا البيضاء ويجينا فيها يعني فراغات. انا واش نقول لكم، لازم الصابلي تخلوها تبرد حوالي ربع ساعه في المجمد، وزيت الشوكولا البيضاء عمركم ما تجو تكلاصيو بها مباشره من الحمام المائي، خلوها تبرد شويه باش تثقال وتغطي لكم الصابلي مليح. هذو هما اسرار النجاح. انا هنا رايحه نغطيهم كامل هكذا، ننفض الزايد ونحطهم يعني رانا في البرد بالخف يجمدوا. لو كنتو مزروبين حطوهم في المجمد غير 2 دقائق يكونوا معكم واجدين. بالنسبه للتزيين تاع هذا الكاطو، انا رايحه نزينه طريقه بسيطه. عندي هاد الحبيبات تاع الفيريرو روشي كنت خدمتهم في الدار، اذا حبيتوا نعمل لكم الوصفه خلوا لي في التعليقات وانا نخدمها لكم. وهنا وصفتنا كانت واجده سهله ماهله. شوفوا نزلت لها شويه تاع ورق الذهب، ومع الاطراف اذا حبيتوا تزيدوا لها شويه برك تاع جوز الهند، لكم الاختيار، زيدوا شويه تاع مربى ولا زيدوا لها شويه تاع نواة كوكو.
رايحه نقسم لكم باش تشوفوها. شوفوا هذيك الكريمه كيفاش تجي لداخل، كريمه اكثر من رائعه. هكذا مع هذيك الكراميل تجينا روعه هذه الوصفه. رايحه نزيد نقربها لكم ونقسمها لكم باش تشوفوا كيفاش تجي لداخل. هاي ليك، تجي رائعه، تجي تذوب في الفم. واكيد نشكركم على تفاعلكم مع الفيديو تاع صابلي الورقه، على بالي عجبكم كامل ونجحتوا فيه. شكرا، نقولكم على تعليقاتكم. قال لي نقولكم لي مازال ما جربتش الوصفه هذه، غير تروح تجربها، بزاف بزاف بنينه. جامل الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في الفيديو الجاي ان شاء الله.